السلام عليكم. إذا دائما مع الاستعداد للفرض المحروس رقم جوج وكذلك للامتحان الجهوي. ديجا بدينا هذا الفرض، هذا اللي فرض ممتاز جدا، إلا فهمتيه راه ضروري غادي تجيب نقطة ممتازة بإذن الله، حيت بحال هكا غادي تحط لكم الفرض فين ما كنتي كيف ما كان الاستاذ ديالكم، راه ما كيخرجش على هذا الاطار ديال الفرض. اذا التمرين الاول شفناه ديال المعلم في المستوى، شفنا فيه الاحداثيات المتجهه، شفنا فيه المسافه، شفنا فيه اسئله اللي مهمين رجعوا لهم اللي ما شافوش. ودابا غادي نديرو التمرين الثاني اللي حول معادله مستقيم وداخل فيه شويه ديال المعلم في المستوى، غيبقى لنا التمرين الثالث ديال الداله الخطيه والداله التآلفيه. اذا غادي نبداو دابا التمرين الثاني. عندنا نعتبر الشكل جانبها، عندنا هذا الشكل، حدد احداثيات النقط او هو اف و جي. يعني كيفاش نخرج الاحداثيات من الشكل؟ شفنا كيفاش ننشئوا نقط، كيعطيك النقطه وكتنشئهم انت في المعلم. دابا كيفاش حنا نخرجوا الاحداثيات من المعلم؟ اذا تبعوا معايا حتى الاخر باش تفهموا مزيان، حيت هذا التمرين راه رائع جدا، فيه يعني ملخص لنا الدرس كامل، في المعادلة ديال المستقيم من جوج النقاط، في الشرط ديال التوازي، وفي الشرط ديال التعامد. يعني الدرس كامل كاين في هذا التمرين هذا. دونك السؤال الأول، الإحداثيات ديال النقطة، دونك غنبداو عندنا هي فين كاينه. شنو كندير باش نحدد الاحداثيات؟ كندير الاسقاط على محور الافاصيل، ومن بعد كندير الاسقاط على محور الاراتيب. الاسقاط على محور الافاصيل كيعطينا الافصول، اذا الاسقاط على محور الافاصيل هو ناقص جوج، دونك ناقص جوج هو الافصول ديال النقطه. ثم كندير الاسقاط على محور الاراتيب، هنا غتمشيني شال 3، دونك 3 هو الارتوب ديال النقطه. اذا امر بسيط جدا. اف فين عندنا اف؟ هي غندير الاسقاط على محور الافاصيل، ها هو عندنا جوج هو الافصول، والاسقاط على محور الاراتيب ناقص واحد، دونك ناقص واحد هو الارتوب. وبقات لنا جي، فين كاينه جي؟ ها هي الاسقاط على محور الافاصيل هو الاول، الا درت الارتوب هو الاول راه خطا، دونك عندنا هي جوج، والاسقاط على محور الاراتيب 3، دونك 3 هو الارتوب ديال النقطه الشيني. سؤال بسيط ولكن راه كيتحط بزاف في الفرض، وكيتحط حتى في الامتحان الجهوي، خصك تكون عارفه يعني ما تضيعش النقط ديالو. دونك ها النقطه الاولى ديال السؤال الاول جبناها. ندوزو دابا للسؤال الثاني. قلنا بين ان المعادله المختصره للمستقيم او اف هي y تساوي ناقص x زائد 1. بين هنا راه سهلوا عليك، يعني راه خصك تلقى هذه المعادله، ولكن انت شنو خصك دير؟ خصك تحدد المعادله او اف وغادي تلقاها هي هذه. دونك شنو غندير لنحدد معادله المستقيم او اف؟ واضح. اذا اول حاجه الخطوات نكتبهم كيف ما هما، حفظوهم الخطوات نحفظهم. معادله المستقيم او اف تكتب على الشكل التالي. اذا الشكل ديال المعادله المختصره لاي مستقيم كتكتب على شكل y تساوي اما ax زائد بي ولا mx زائد بي، على حساب شنو دار معكم الاستاذ واللي ارتاحيتي ليها انت. بحال بحال ام و ا راه بجوجهم هما الميل ديال المستقيم، و بي هو الارتوب عند الاصل. اذا حنا شنو مطلوب منا؟ نحدو هاد ام ونحدو هاد بي، نحدو الميل ونحدو الارتوب عند الاصل. اذا غنجي للخطوه الاولى وندير لنحدد ام. درتي ا اكس دير لنحدد ا، بحال بحال. دونك باش نحدد ام وعندي جوج ديال النقاط اللي هما او اف، عندنا نكتبهم، لدينا او الاحداثيات ديالها اللي لقينا ناقص جوج 3، و اف لقينا الاحداثيات ديالها جوج ناقص واحد. ولدينا القاعده باش كنحدو الميل، حفظوها، ام تساوي وكندير كسر وكندير ايغريك الحرف الاول ايغريك او ولا ايغريك اف اللي بغيت نبدا بها نبدا بها. كاين اللي كيقول لي ممكن مشكل هنا، المشكل فين كيكون؟ درت ايغريك او ناقص ايغريك اف، لتحت ما خصنيش نقلب، الفوق واخا نقلب هذا ماشي مشكل، ولكن لتحت الحرف اللي بديت به الفوق خصني نبدا به لتحت. غندير اكس او دابا، ما عنديش
إمكانية أنني ندير إكس إف، خصني ضروري ندير إكس أو، الحرف اللي بديت به هنا نبدأ به هنا، ناقص إكس إف. الفوق واخا نبدا ب إيكغيك إف، ولكن لا بديت ب إيكغيك إف خصني نسبق إكس إف. دونك هنا فين كاين الإشكال. المهم هذه هي القاعدة باش كنديرو المين، راه ديجا شفناها في الدرس، هي هذه إم إيكغيك بي ناقص إيكغيك أ إكس بي ناقص إكس أ. هنا كانت عندنا أ و بي، هنا عندنا أو إف. الحروف راه ماشي مشكل، واخا يبدلوا لكم الحروف أنت تكون عارف القاعدة وتكون عارف التطبيق ديالها. دابا شنو غندير؟ غنجي ونبدا نعوض إيكغيك أو. فين هي أو؟ هادي إكس أو وهادي إيكغيك أو، دونك إيكغيك أو هي تلاتة، ناقص إيكغيك إف. شناهي إيكغيك إف؟ هي ناقص واحد، دونك ناقص واحد خصني نديرها بين قوسين، حيت هاد ناقص هي هادي، ولكن إيكغيك إف تاي فيها ناقص خصني نديرها بين قوسين. ندوز دابا إكس أو، هي ناقص جوج، ناقص إكس إف شحال؟ هي جوج. ونحسب ثلاثة ناقص ناقص هي زائد، دونك ثلاثة زائد واحد هي أربعة. هنا عندي ناقص جوج ناقص جوج هي ناقص أربعة، دونك أربعة مشات مع أربعة تبقى لي واحد على ناقص واحد، راه هي ناقص واحد. واضح؟ دونك إم تساوي ناقص واحد. أنا لقيت إم. فاش كنلقى إم شنو كنكتب دابا؟ غنكتب معادلة المستقيم او اف تصبح على الشكل، دونك على الشكل في الاول قلنا ايكغيك تساوي ام اكس زائد بي، هاد ام عرفناها هي ناقص واحد، دونك هي ناقص واحد اكس، دونك هي ناقص اكس زائد بي. دابا شنو بقى لينا؟ بقى لينا مجهول واحد هو بي، غنجي هنا وغندير لنحدد بي. باش كنحدد بي كنختار نقطة كتنتمي للمستقيم وهي اللي كنحدد بها بي. عندنا حنا هنا جوج ديال النقاط، عندنا او و اف، نختار وحدة فيهم اللي بغيت، ومن الأحسن نختارو السهلة. السهلة كتبان ليا هي اف فيها جوج وناقص واحد، دونك غندير لدينا اف تنتمي، ندير الاحداثيات ديالها اف، قلنا فين هي اف؟ هي جوج ناقص واحد، تنتمي للمستقيم او اف، دونك حيت مستقيم او اف راه اف راه كتنتمي للمستقيم او اف. اذا اي نقطه قلنا المعادله ديال المستقيم شناهي؟ كتربط لينا الافصول والارتب ديال اي نقطه في كتنتمي للمستقيم. دونك هنا عندنا اف كتنتمي للمستقيم، اذا فهي كتحقق هذه المعادله، يعني ايكغيك غنعوضها بايكغيك اف واكس نعوضها باكس اف، يعني ايكغيك اف تساوي ناقص اكس اف زائد بي. دونك ايكغيك اف اكس اف، هنا اي نقطة كتنتمي للمستقيم نختار واحد النقطة ان مثلا، الا قلنا كتنتمي لاو اف راه كنلقى ايكغيك ان كتساوي ناقص اكس ان زائد بي. دونك دابا شنو غندير؟ غنعوض ايكغيك اف شناهي؟ هي ناقص واحد، ناقص اكس اف شناهي؟ هي جوج زائد بي. دابا ولات عندي معادلة وعندي مجهول واحد هو بي. دابا غادي نحدد بي، دونك من الاحسن نخلي بي في الطرف الثاني، كاين اللي كيحولها كتولي تحول، بلي غنحول بي غتولي ناقص بي، عاوتاني خصني نحيد هذيك ناقص. دونك من الاحسن نخلي بي في الطرف الثاني، والمعالم ندير العكس ديال كما كنا كنشوف في المعادلات كنديروا المجال في الطرف الاول، دابا ماشي مشكل انني نخليها في الطرف الثاني. دونك غنخلي هنا ناقص واحد، هاد ناقص جوج هي اللي غنحولها غتولي زائد جوج، وندير تساوي وبي نخليها في بلاصتها باش ما تغيرش ليها الاشاره. دونك ناقص واحد زائد جوج هي واحد تساوي بي، واحد تساوي بي راه هي بي تساوي واحد بحال بحال، احنا لقينا بي. مادام لقينا بي ومنه معادلة المستقيم اف هي كنا قلنا ايكغيك تساوي ام، لقيناها ناقص واحد يعني ناقص اكس زائد بي، بي شناهي؟ بي لقيناها هي واحد. إذا هذه هي المعادلة ديال المستقيم او اف،
وهي اللي قالوا لنا بينو في السؤال الثاني. اذا الجواب ديالي صحيح مادام لقيت المعادله هي ناقص اكس زائد واحد، اذا راه الاجابه صحيحه. داكشي علاش فاش كيقول لك بين ولا تاكد ولا شي حاجه راه كيسهل عليك السؤال. واكثر من ذلك هو الاسئله 3 و 4 كيكونوا مرتبطين بهذه، يعني لا غلطتي في هذه مشى لك كل شيء. اما فاش كيقول لك بين راه كيسهل عليك حتى السؤال الثالث والرابع، يعني حتى لا غلطتي في السؤال الثاني تقدر ما تغلطش في السؤال الثالث وفي السؤال الرابع. اذا ندوزو دابا للسؤال الثالث. اوجد المعادله المختصره للمستقيم دي المار من النقطه جي والموازي للمستقيم او اف. الشرط ديال التوازي، اشنو قلنا حنا في الشرط ديال التوازي في الدرس؟ قلنا باش يكونوا مستقيمين متوازيان فكيكون عندهم نفس الميل، يعني سهلوا عليك عليك تحسب ام كيكون عندهم نفس الميل. ونشوفوا بالنسبه للتعامد كيكون جداء الميلين كيساوي ناقص واحد. دونك حنا نمشيو خطوه بخطوه باش نفهموا مزيان. نديروا الخطوات باش نحدوا معادله مستقيم دي. دونك لنحدد معادله المستقيم دي، اذن اول خطوه كندير معادله المستقيم دي تكتب على الشكل. دونك قلنا اي معادله ديال اي مستقيم كتكتب على شكل y تساوي mx زائد b. وكنجي اول خطوه هي نحدو ام. دونك لنحدد ام، اذا باش نحدد ام شنو غندير؟ غندير لدينا المستقيم دي يوازي المستقيم او اف، ومباشره نقول اذا ام تساوي الميل ديال، قلنا المستقيمين المتوازيين كيكون عندهم نفس الميل، يعني الميل ديال المستقيم دي راه هو نفسه الميل ديال او اف، والميل ديال او اف شحال هو ناقص واحد، كنا حسبنا ام ولقيناها ناقص واحد، اذا ام هنا عاوتاني هي تساوي ناقص واحد. هذه سهلات عليا انني نمشي ندير هذيك ايكغيك او ناقص ايكغيك اف. دونك هنا عطاوك الميل. فاش كيقول لك التوازي ولا التعامد راه كيسهل عليك اكثر، كاين اللي كيجيو هادو اصعب من انه يحدد معادله من ازيرو. دونك شنو غندير دابا؟ معادله المستقيم دي تصبح، اذا مادام لقيت ام اذا غنبدل هذه المعادله، غنعوض ام بالذاك العدد اللي لقيت. تصبح هي ايكغيك تساوي ام هي ناقص واحد، يعني ناقص اكس زائد بي. واضح؟ دابا غادي نحدو بي، نجي هنا وندير لي نحدد بي. اذا قلنا باش نحدو بي خصنا نقطه كتنتمي للمستقيم، وما قالوا لنا ان المستقيم دي مار من النقطه جي، اذا جي كتنتمي للمستقيم دي. اذا غندير لدينا جي، شنو هما الاحداثيات ديال جي؟ جوج ثلاثه تنتمي لي المستقيم دي. اذا مادام كتنتمي الجي للمستقيم دي فهي كتحقق هاد المعادله، يعني ايكغيك جي تساوي ناقص اكس جي زائد بي. وغنعوض ايكغيك جي بثلاثه، ناقص اكس جي هي جوج زائد بي، ودابا نلقى بي. دونك قلنا باش نلقى بي نخليها في الطرف الثاني ونحول الاخرى. 3 بقات هنا ناقص 2 غنحولها تولي زائد 2 تساوي بي. 3 زائد 2 هي 5، اذا بي تساوي 5. انا حددت بي. فاش كنحدد بي كندير الجواب. اذا معادله المستقيم دي هي ايكغيك تساوي ام قلنا هي ناقص واحد اكس زائد وبي لقيناها هي 5. اذا هذه هي المعادله المختصره للمستقيم دي. ندوز دابا للسؤال الرابع. هنا قالك اوجد المعادله المختصره لدلتا العمود على المستقيم او اف في النقطه جي. واضح؟ اذا غادي نحدو دابا
لنحدد معادلة المستقيم دلتا. إذن عاوتاني نكتب الخطوات، معادلة المستقيم دلتا تكتب على الشكل التالي، دائما y تساوي mx ولا ax اللي بغيتي زائد b، وغتجي هنا وغدير لنحدد ام لنحدد الميل. دونك ام شنو هي؟ هنا عندنا الشرط ديال التعامد، قلنا تعامد مستقيمين هذا كيعني ان جداء الميل ديالهم كيساوي ناقص واحد. اذا شنو غندير؟ لدينا دلتا عمودي على المستقيم اف، اذا الجداء ديال الميل ديال المستقيم دلتا شنو هو؟ هو ام في الميل ديال المستقيم اف شنو هو؟ هو ناقص واحد، يعني ام في ناقص واحد تساوي ماذا؟ جداء الميلين شنو كيساوي؟ كيساوي ناقص واحد. واضح؟ اذا هنا عندي ناقص واحد، هنا عندي ناقص واحد، هنا عندي ام معادلة. اذا الا بغيت ام شنو كندير؟ ام تساوي كنشد هذه ونقسمها على هذه، ولا ناقص واحد عندي الضرب غنحوله، فاش كنحول الضرب كيولي قسمة. دونك هي ناقص واحد على ناقص واحد، وناقص واحد على ناقص واحد راه هي واحد. اذا ام تساوي واحد. كاين اللي كيشطب على هادو كيدير لك تساوي صفر، راه ما بقى والو يدير لك تساوي صفر. لا، هنا راه هاد الاعداد راه في واحد، الا مشاو هادو غيبقى لينا واحد. دونك ام تساوي واحد. وغنجيو نكتب اذا معادلة المستقيم دلتا تصبح على الشكل y تساوي ام، لقينا هي واحد، واحد في اكس راه هي اكس زائد بي. احنا حددنا ام. دابا غادي نمشيو وغادي نحدو بي، غندير لي نحدد بي. اللي هو الارتوب عند الاصل. باش نحدد بي خصني نقطة، النقطة اللي عاطينا هنا هي جي. هتقول لي يا استاذ هاد جي مين جابوها؟ هنا عاطينا جي وعاطينا اف وعاطينا او، ولكن هاد جي مين جات؟ دونك هاد جي قلت لكم راه ديجا هضرت لكم على القضية هادي، راه هي هادي. فاش كيقول لك اي ولا جي راه هما هادو ديال المعلم او اي جي، وكيقول لك شي بعض المرات كتخدم تا او. دونك هادو خصك تكون عارفهم، تكون عارف الاحداثيات ديالهم. الاحداثيات ديال او اللي هي اصل المعلم صفر صفر، الاحداثيات ديال اي ها هي كتنتمي لمحور الافاصيل دونك هي واحد صفر، والجي كتنتمي لمحور الاراتيب يعني صفر واحد. هادو خصك تكون عارفهم. اشنو غدير؟ غدير لدينا جي للاحداثيات ديالها صفر واحد، هادو ما كيعطيهمش لك ولكن انت خصك تكون عارفهم، كتنتمي للمستقيم دلتا. اذا مادام هاد جي كتنتمي لدلتا فهي كتحقق المعادله ديالو اللي لقيناها، هي y تساوي x زائد b، يعني y جي كتساوي x جي زائد b. واضح؟ دونك y جي شنو هي؟ هي واحد، x جي صفر زائد b. اذا هنا صفر زائد b راه هي صفر، هي b، وغتبقى لينا b كتساوي واحد. اذا معادلة المستقيم دلتا هي y تساوي ام، لقيناها واحد يعني x زائد b حتى هي لقيناها واحد. اذا y تساوي x زائد واحد هي معادلة المستقيم دلتا. إذا وصلنا لنهاية التمرين، نتمنى أنكم تكونوا استفدتم من هذا الشرح.
نتمنى ان الجهد هذا ما يمشيش هباء منثورا، وتبارطاجيوه مع صحابكم حتى هما باش يستافدوا كذلك كل واحد فيكم. الناس اللي بقاو معايا حتى دابا كل واحد فيكم يبارطاجي على الاقل في جوج ديال المجموعات باش يدخلوا ناس اخرين، وما يمشيش هذا الجهد هذا 20 دقيقه ديال التسجيل عاد مازال المونتاج عاد مازال غادي نحطوا لكم في فيسبوك نجمه 6 وغادي نعاود نحطوه في اليوتيوب. دونك قدروا هذا المجهود وبارطاجيوه واخا غير مع جوج ديال الناس اللي دخلوا جداد، راه الخير. دونك نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. رمضان كريم، تابوناو في لاشين باش يوصلكم دائما الجديد. تقبل الله منا ومنكم، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.